مفيش حد بيستخدم القسط الهندي اللي هو وصية النبي صلى الله عليه وسلم إلا شفاه الله عز وجل من أمراض لا تعد ولا تحصى. فأنا هذكر لكم الأمراض وهذكر لكم 3 استخدامات للقسط الهندي: فتأخر الحمل، مشاكل الإنجاب، الغازات، الرياح اللي بتكون موجودة في البطن، كذلك أيضا الآلام اللي موجودة في الركب والمفاصل، الناس اللي هي عندها ضيق في النفس ورائحة الفم عندها كريهة. كل ما عليك إنك أنت هتجيب قسط هندي زي ده كده، تمام؟ ده القسط الهندي يا سيدي. ليه كذا طريقة في الاستخدام، منها التردد، إنك أنت تاخد كمية على سمن زبدة وتحطه تحت لسانك كده. لو أنت بتعاني من أي آلام موجودة في الرئة وفي الحلق وبلغم ورائحة فم كريهة، اختفت رائحة الفم الكريهة من عندك تماما. ونقدر أيضا إن احنا نستخدمه في حالات السحر، لو أنت بتعاني من سحر أو أي إصابة روحية تقضى عليها بإذن الله في 7 أيام فقط. كل ده هنشوفه في الحلقة اللي أنا هقدمها ليكم النهاردة. أول حاجة يا أخي الكريم، عايزك تعرف إن القسط الهندي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن فيه 7 أشفياء، ومش بس كده، شوف بقى الأمراض اللي بيشفي منها القسط الهندي. أول حاجة عايزك تعرفها إن القسط الهندي بيكون نوعين، نوع منه بيكون بيسمى بالقسط البحري وهو بيكون أبيض اللون، والنوع الثاني بيسمى بالقسط الأسود وهو بيكون يعني لونه بني، وده أفضل نوعية تستخدمها. أما طريقة استخدامات القسط الهندي فأنا هشرحها ليكم، بس بعد ما نعرف هو بيعمل إيه القسط الهندي. أول حاجة شوف الفوائد معايا. القسط الهندي الناس اللي بتعاني من مشاكل في الغدة الدرقية وعندها الهرمونات مرتفعة ومنخفضة وعدم اتزان فيها، فالقسط الهندي يقضي على هذه المشكلة تماما. أما لو أنت عندك خمول في الأعصاب وحس أنك أنت عندك كسل وما بتقدرش تتحرك، فاستخدم القسط الهندي هيقضي لك على الكسل ده. والناس اللي أيضا اللي بتعاني من الكوليسترول في الدم وعندها مشاكل في الدم والكوليسترول بيكون عندها مرتفع، القسط الهندي بيقضي على الكوليسترول اللي موجود في الدم. خلايا المخ للناس اللي هي بتحس ان عندها تشتت وعدم اتزان وعدم تفكير ويحس دايما ان هو يعني عقله ضايع منه، استخدم برضو القسط الهندي فهو مفيد ليك وبيظبط لك المخ عندك وبينشطه. كذلك الناس اللي هي بيكون عندها انحصار في البول، يعني الناس اللي هي بيكون عندهم مثلا مشكلة في البول او بيلاقوا عسرة في البول، فهو مدرئ جدا للبول ومنشط للبول، وسبحان الله يقضي لك على مشكلة الانحصار تماما. الناس اللي بتعاني من الغازات والمشاكل اللي بتكون موجودة في المعدة وارتخاء الأمعاء، هو سبحان الله طارد للغازات، وسبحان الله تحس ان بطنك يعني سليمة. يعني في بعض الناس مثلا لو شربت لبن تحس ان بطنها مكركبة، اكلت اكلة معينة بطنها مكركبة، شوية قسط هندي على كوبات مية على شوية عسل انتهت المشكلة ديت نهاية من عندك بإذن الله رب العالمين. ايضا القسط الهندي بينقي الدم ومنشط للبنكرياس للناس اللي بيعانوا من السكري، كذلك مخفض لضغط الدم، موسع للأوردة والشرايين، الناس اللي عندها مشاكل في الأوردة والشرايين القسط الهندي مفيد ليهم جدا. مفيد أيضا لمشاكل المفاصل اللي بيعاني من ألام في المفاصل، ألام في الركب، لو أنت خدت القسط الهندي سواء كدهان زي ما هشرح لك أو شرب بإذن رب العالمين تنتهي المشاكل اللي موجودة في المفاصل عندك. مضاد حيوي قوي، يعني بمعنى أصح بيديك طاقات ونشاط في جسمك ما تعانيش من أي شيء أو أي ضر نهائيا. بيقضي على الزكام لما أنت تستخدمه عن طريق البخور. شوف بقى يعني سبحان الله الناس اللي بتعاني من مشاكل في الكبد ومشاكل في الكلى، استخدم القسط الهندي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن فيه 7 أشفية، يعني فيه يعني سبحان الله 7 طرق تستخدمها تلاقي أن ربنا سبحانه وتعالى شفاك من كل الأضرار اللي موجودة عندك بإذن رب العالمين. بيقضي على مشاكل الجيوب الأنفية، صعوط، يعني الناس اللي بتاخد القسط الهندي استنشاق عندهم مشاكل في الجيوب الأنفية خصوصا مع تقلبات الجو اللي احنا بنعاني منها في الفترة الحالية، بيقضي لك على المشاكل دي تماما. طبعا يفضل القسط الأبيض في موضوع الاستنشاق غير القسط الأسود. مسيل للدم، الناس اللي عندهم يعني تجلطات دموية يقدروا ان هم يستخدموه بدل الأسبرين، كذلك مذيب للجلطات بأنواعها سبحان الله. أهم حاجة بقى هنا بيدمر الجن والشياطين وبيقضي عليهم قضاء تام. شوف بقى عندك بينظم لك الغدة الدرقية، بيعالج السرطان، الناس اللي بتعاني من مشاكل في العقم وتكرار الإجهاد وتأخير الحمل وسبحان الله عندهم في المشاكل ديت، لو استخدموا القسط الهندي كل ده يزول بإذن رب العالمين، خصوصا لو كان السبب روحي أو من الشياطين. بينظم هرمونات الحليب لدى المرأة، يعني سبحان الله اللي بترضع. الناس اللي بتعاني من الأنيميا بيعالج من الأنيميا. الناس اللي عندها مشاكل في القولون، ارتجاع يعني زوغان، بيقضي على المشاكل اللي موجودة في القولون تماما. طبعا في ناس بتعاني كتير من الامساك، فالقسط الهندي مع شوية زيت زيتون مع شوية مية دافية بيقضي لك على الامساك.
علاج التصلب اللويحي، وده مرض يعني سبحان الله شديد جدا، لكن لو ضفنا مثلا استخدوص او خزامه مع زنجبيل مع عقار قرحه مع قسط هندي مع عسل نحل باذن الله يقضي لك على التصلب اللويحي، وافضل طريقه لعلاج التصلب اللويحي. طبعا الناس اللي بتعاني من كرات الدم وعندهم يعني ضعف في كرات الدم الحمراء بينظم لك كرات الدم الحمراء، وكذلك ايضا المراه اللي بتعاني من مشاكل في الطمس او الدوره بتكون منقطعه عندها منقطعه وترجع وتروح بيقضي لك على المشكله ديت وبيعالج عرق النساء. طبعا المراه الحامل ما تستخدمش القسط الهندي نهائيا لانه يعني سبحان الله بيسقط الاجنه. اما طريقه الاستخدام او استخدام القسط الهندي ففي الحديث ذكر ان فيه 7 اشفية، فاحنا هنستخدمه ب7 طرق. الطريقه الاولى ان احنا مثلا ممكن نجيب كوبايه ميه زي ديت ونحط عليها قليل من القسط الهندي، ثم بعد ذلك نشرب الماء ونحليه بعسل، بعد ما نغلي الماء لمده يعني مثلا 5 دقائق ونحط مثلا القسط الهندي مع عسل النحل مع شويه زيت زيتون لمده بالظبط 10 دقائق كده ونغطي الاناء، ثم بعد ذلك نشرب هذا الشراب بقى عن طريق الشراب. اما التلدد اللي انا حكيته لك فهو الفيديو بتاخد كميه من القسط الهندي مع الزبد وتحطها تحت اللسان كده، فلو انت عندك رائحه فم كريهه او عندك يعني ارتخاء في اللثه او عندك مثلا مشاكل في الفم او عندك مثلا يعني سبحان الله الام في الحل او عندك يعني سبحان الله الام في الحل او ان عندك ارتجاع في المريء بيقضي لك على كل المشاكل دي نهائيا، ده التلدد. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث عن اسماء بنت عميث ان هي لددت الرسول صلى الله عليه وسلم فاحس يعني ان راسه صلى الله عليه وسلم الكريم اصبح فيها نشاط، فقال ماذا فعلت؟ قالت لددناك يا رسول الله. قال بما؟ قال بالعود الهندي. قال هذا طب اصبته في ارض الحبشه، وتقدروا ترجعوا للحديث ده. عندنا مثلا الصعوط وعندنا الطلاء وعندنا التبخير وعندنا التكميد وعندنا التنطيل. طيب اول حاجه يا سيدي الشراب، هنطحن العود الهندي ونخليه ناعم ونخلطه مع الماء، وهذا لمعظم الامراض اللي انا ذكرتها. اما اللدود زي ما قلت لك هو وضع جزء سليم منه او مطحون في احد الشقين، يعني هنا يا هنا يا تحت اللسان، تمام؟ فهو بيفيد في امراض اللثه والاسنان واللوز والعذارة ولقطع البلغم وإزالة رائحة الفم الكريهة وعلاج الجيوب الأنفية والتخلص من أثار التدخين. عندنا الصعود بقى وهو الاستنشاق، وهو استنشاق جزء مطحون أو من ماءه بقطارة، وذلك لعلاج أمراض الجهاز التنفسي. يعني ممكن مثلا نحط شوية قسط هندي على مياه سخنة على شوية مسك مثلا أو حاجة مثلا يعني معطرة ونستنشق، بيعالج لك الجهاز التنفسي. الطلاء طبعا ده بيكون عبارة عن ايه؟ عن الدهان. بناخد مثلا 7 معالق من قسط الهندي مع فنجانين زيت زيتون، وبيطبخ على النار، بتحطهم على النار تطبخهم لمدة 7 دقائق، ثم يترك ليبرد، ثم بعد ذلك يصفى وتستخدم الزيت ده. مثلا تستخدمه لألام المفاصل، الروماتيزم، الأمراض الجلدية عامة، الثعلبة الصدفية والأمراض الجلدية، كذلك أيضا نقاط للأذن لو أنت عندك حساسية، ودهان واقي لحرارة الشمس وأزالة النمش والكلف وحب الشباب، ويزيل الآثار مع العسل كطلاء. يعني لو انت حطيت زيت الزيتون مع القسط الهندي وعملت الطبخة ديت لمدة 7 دقائق على النار، بعد كده لو خلطت العسل وعندك أي مشكلة ودهنت يزيل لك المشاكل دي كلها. وعندنا مثلا التبخير، بخور القسط الهندي بيكون جميل جدا، خصوصا مثلا لو البيت فيه شياطين أو فيه مثلا شياطين ساكنة فيه أو عايز انك انت تطهر بيتك، فكل ما عليك انك انت تاخد قليل من القسط الهندي ده وتبخر بيه أركان البيت وتبخر بيه الجوانب اللي موجودة عندك في البيت، فسبحان الله هيفيدك جدا البخور بتاعه، خصوصا لو انت حطيت معاه مثلا روائح طيبة زي الكافور، زي مثلا عندك مثلا العود، عندك مثلا أي بخور حطيته مع القسط الهندي عموما ثم بخرت به البيت، يا سلام بقى لو حرمل ورق سدر يطرد لك الشياطين نهائيا. كذلك ايضا لو انت عملت البخور ده بالقسط الهندي فقط مع كافور او مع اي عطر طيب بيقطع لك البلغم وبيعمل لك يعني بينجيك من التهاب الحلق لو انت سحبت الهواء في فمك، وكذلك بيقضي لك على الامراض النفسيه اللي بيسببها الشياطين. اما التكميد بقى هو طحنه وخلطه بالماء والعسل وزيت الزيتون او بدونهم، وذلك لتكميد الجروح. يعني لو انت عندك جرح تحط قليل من القسط الهندي مع العسل مع زيت الزيتون على الجرح ده، او الثليل أو القروح، وخاصة قرح الفراش لمرضى السكري. لو أنت أتممت الحد هنا يا أخي الكريم ما تسيبش المقطع ده يقف عندك للفوائد العظيمة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العشب العظيم اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله شفاء. وعايزك وأنت بتستخدم هذا العشب أنك أنت يكون عندك يقين أن الشافي هو الله جل وعلا،
وأن هذه مجرد مادة لا تصيب ولا تضر، ولكن النافع هو الله، والمفيد هو الله، والشافي هو الله، والذي يذهب الضر هو الله جل وعلا، وإذا مرضت فهو يشفين. ولكن أنت تستخدمه زي ما قلت لك بالسبع طرق لكل الأمراض اللي أنا ذكرتها لك، ويكون عندك يقين أن الله عز وجل يشفيك، فالله عز وجل يشفيك. شاركها لغيرك، ما تسيبهاش تقف عندك، فالدل على الخير كفاعله. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.